نرجع مرة تانية لمنتخب مصر. منتخب مصر محتاجين ثقة، ثقة الجماهير. يعني الجماهير لسه مقلقة كده، يعني فكرة برضو هنكسب وإن شاء الله هنصعد، بس بيكون عندنا بعض القلق. إمتى القلق ده يروح يا أبو الكباتن؟ من الأداء طبعا يا كابتن محمد. النهارده لما يبقى أداءك كويس داخل الملعب بتدي ثقة للجمهور اللي بيتفرج عليك، وعدم الثقة دي جاية من إيه؟ من الأداء بتاع منتخب مصر مش هو المطلوب. يعني كلنا كنا نتوقع مع النجوم الموجودة داخل الملعب إن الأداء يبقى أحسن من كده. أنت صدرت للجمهور المصري إن مفيش ثقة فيك، حتى لما كسبت مباراة غينيا الناس سابت الفوز واتكلمت على الاداء، قالت لا احنا كسبنا بس مش هو ده ادائنا قدام منتخب غينيا. صحيح. نتمنى ان بكره في مباراه السودان يدي مؤشر بقى مستر كروش واللاعبين داخل الملعب ان احنا لا قادمين في دور ال 16، وان احنا ان شاء الله هننافس على البطوله، وليه ما نحصدهاش في الاخر. ده هيتوقف على اداء بكره مع السودان هيبان. حتى لو انت كسبت السودان 1-0 بس عملت اداء كبير هيبقى في ثقه فيك، والعكس صحيح.